إكرامك إكرام الأجدال الثالث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكلنا الدهر الدهور أمين. النهاردة عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس، والعيد ده هو بنسميه عيد ميلاد الكنيسة، من الأعياد السيدية الكبرى. ونصلي فرايحي وبنعطي المجد للثالوث القدوس ولظهور الروح القدس بشكل مختلف وفاعليته في البشر. واحنا عارفين كلنا انه الاب والابن والروح القدس هم الثلاثة في واحد، ولكن لكل إقنوم عمل يميزه. فالروح القدس هو المحيي أو المعطي الحياة. وفي اجتماعنا دايما اجتماعاتنا يوم الأحد، لأنه في وصف الخليقة حينما خلق الله الإنسان وبدأ باليوم الأول اللي هو يوم الأحد اللي احنا فيه، فيوصف لنا المنظر يقول إنه كانت الأرض خربة وخالية، ولكن روح الله كان يرف على وجه المياه، وروح الله هو الذي أعطى الحياة وبدأ حياة جديدة في الكون. وده بفعل الحب المتواجد في الثالوث القدوس. والعيد ده هو له أصل يهودي، يعني اليهود كانوا بيعيدوا في نفس اليوم، بيسموه يوم الخمسين. أحيانا كانوا يسموه عيد الحصاد أو أوائل الثمار، عيد الحصاد أو أوائل الثمار. وربنا اختاروا علشان يكون هو أول ثمار الكنيسة أو أوائل حصادها. عشان كده لغاية يوم الخمسين اللي كانوا مهتمين بالدين وكانوا بذرة الكنيسة كلهم 120 فرد. أيوة، المسيح في ظهوراته في 40 يوم المقدسة ظهر لأكثر من 500 أخ، لكن اللي كانوا مواظبين على اجتماعات الكنيسة هم 120 فرد. لكن يوم الخمسين حال الكنيسة تغير، فانضم في يوم واحد 3000 نفس بعظة من فم القديس بطرس، ده بعد حلول الروح القدس. فده كان حصاد عظيم وبداية ثمار الكنيسة، وده كان نموها في يوم واحد. اللي حصل في يوم الخمسين زي ما شفنا الإنجيل، السيد المسيح بيقول لهم خير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لا يأتيكم الروح القدس. وهنا هو وعد السيد المسيح بحلول الروح القدس وفاعليته في الخدمة، علشان دايما كل الخدام في كل الكنائس يقولوا ليس الزارع شيء
ولا الساقي، ولكن الله هو الذي ينمي. فالله بالروح القدس هو الذي ينمي الخدمة في كل الكنائس. التلاميذ قالوا للرب: هل نخرج لخدمتنا؟ قال لهم: لا، بل انتظروا موعد أبي. لو رحتوا وخدمتوا بقوتكم بذاتكم يمكن نفسياتكم تتغير وتفكروا انتوا كبشر عندكم قوة. ويجي الكنيسة في وقت من الأوقات، الكنيسة تضعف او ممكن تموت لانه ما فيهاش اشخاص اقوياء. فربنا قال لهم: مش انتوا، ده انا الفاعل في الخدمة والمنمي الكنيسة. علشان كده هو انا بقول لكم هي هتنمو هتنمو وهتملأ كل الارض وهتنتشر. فعشان كده هو ما تعلوش الهم، اعمل اللي عليك والباقي دايما بيكون على ربنا. في منظر ظاهر بدأ لكل الكنيسة يبان حلول الروح القدس. يقول لنا الكتاب المقدس: وإذ هبوب ريح عاصفة شديدة. والريح العاصفة ده هي في الغالب ما كانتش غير على البيت بتاع ماري مرقص، العلية اللي مجتمع فيها الشعب، وكانوا منتظرين موعد السيد المسيح بحلول الروح القدس. والريح بيرمز للروح القدس، لانه الريح احنا مش بنشوفه. والروح القدس ايضا نحن لا نراه ولكن نشعر بعمله فينا. نحن لا نراه ولكن نشعر بعمله فينا. ولما نيقوديموس سأل السيد المسيح وقال له: ازاي انا اتولد ولادة تانية؟ فرد عليه قال له: الولادة التانية من فوق بالماء والروح. قال له: طيب ازاي برضو؟ ازاي؟ قال له: الريح تهب ونحن نسمع صوتها ولكن لا نراها. هكذا كل مولود من الروح القدس بتحس بعمل الروح القدس فيك ولكن انت كشخص لا تراه. فالله لا يستطيع احد ان يراه. المنظر الثاني اللي كان في العلية هو منظر ألسنة من نار منقسمة وحال على كل واحد فيهم. وخلوا بالكم، ألسنة نار ولكن غير حارقة. يعني تخيلوا لو واحد النار على راسه طبعا هتولع فيه، لكن دي ألسنة نار بتفكرنا بظهور النور في يوم سبت النور في القدس. الناس كلها بتجري وتنور الفنت يروا النور ولكن لا يتحول إلى نار إلا بعد فترة من إنارته. وده رمز للروح القدس اللي هو بيه يستضيء الإنسان بنور المعرفة ويطهر من الخطايا، لأنه ناره لا تؤذي المؤمن ولكن تطهره من كل خطية. وده يفكرنا بالمنظر اللي شافه أشعياء النبي لما شاف انه الله
موجود ومالئ، مجده يملأ أزيال الهيكل. وبعدين أشعيا صرخ وقال له يا رب أنا أعمل إيه وأنا إنسان خاطي ونجس الشفتين؟ فيقول لقيت ربنا أمر ملاك من الملائكة فأخذ جمرة من على المذبح بملقط ولمس بها شفتاي وقال له خلاص الجمرة ده هي ايه تطهرك من الخطية. لكن السؤال هنا هو ليه الجمرة دي ما حرقتش أشعياء النبي؟ ما هي نار، دي نار الروح القدس التي لا تهلك سوى الخطية في الإنسان وتطهره من كل خطية، تطهره من كل خطية. فكان في منظر حلوله هبوب ريح عاصف وأيضا ألسنة من نار منقسم على كل واحد منهم. وبدأ فعل الروح القدس للخدمة فيهم، بدأ فعل الروح القدس للخدمة فيهم. يقدر كل واحد من أولاد المسيح اللي خدوا موهبة الروح القدس يظهر فيه عمل معين، واحد يظهر فيه عمل النبوة والوعظ، وآخر يظهر فيه عمل معجزات الشفاء، وآخر عنده موهبة إخراج الشياطين، وآخر عنده موهبة الفرز، وآخر عنده موهبة التكلم بألسنة. وكأن الروح القدس كمل كل احتياجات الكنيسة وكل ما يحتاجه المؤمن وكل ما تحتاجه الكنيسة للكرازة. وده فعل الروح القدس، حتى انه الناس استعجبوا واستغربوا، ولما شافوهم بألسنة مختلفة وهم كلهم كانوا يهود، الناس قالوا ازاي ناس يهود اغلبهم صيادين وناس بسطاء يتكلمون بلغات مختلفة؟ فردوا عليهم الرسل وقالوا لهم نحن لسنا سكارة، احنا مش مساطيل، لانه ما فيش حد بيسكر الصبح، دايما اللي بيفكر في السكر والشرب يدور على اخر النهار لما يومه ينتهي، لكن ما فيش حد بيسكر الصبح. ولكن ده هو ما قاله الكتاب المقدس عن يوم حلول الروح القدس: ها انا اسكب من روحي عليكم، اسكب من روحي عليكم فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى، واسكب من روحي على الاماء والعبيد في ذلك اليوم. وكل انسان يدعو باسم الرب يخلص. الروح القدس هو اللي هيحل، هيغير طبيعة الإنسان ويغير حاله. طيب يقدر يغير لغاية فين؟ علشان البعض بيقولوا انه الطبع بيغلب التطبع، او بيقولوا من شاب على شيء شاب عليه. فلو طبيعة سيئة او انسان تسلطت عليه الخطايا، هل الروح القدس يقدر يغيره بالتمام؟ ايوه يقدر، ايوه يقدر. تروح للعلم
تروح للناس يقول لك من الصعب، لكن تروح للمسيح يقول لك أنا أغير كل كيانك. عشان كده ادلنا أمثلة لعمل الروح القدس وازاي هو غير البشر. المرأة السامرية أي واحد مننا يشوفها يقول دي قطعت شوط مع الخطية ما تقدرش ترجع منه، ما تقدرش ترجع منه. حتى أن السيد المسيح كشف لها خفايا قلبها وقال لها أنت تزوجتي خمسة والذي لك الآن هو ليس إيه زوجك، ده حقيقة ويتكتب الكلام ده في الكتاب المقدس علشان يقول لكل إنسان متسيطر عليه من خطية تقدر تقلع عنها بنعمة ومحبة الروح القدس الحال فيك، تقدر تتخلص من الخطية أيا كانت. فإن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالثلج، يعني الروح القدس له المقدرة على التغيير. عشان كده قال للمرأة السامرية أنا عارف إنه موضوعك صعب، أنا عارف، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلا يعطش إلى الأبد. ليه؟ لأنه ده ماء الروح القدس اللي جه السيد المسيح في يوم وقال إن عطش أحد فليقبل إلي، فليقبل إلي. ولما يقبل ويشرب من الماء الحي ماء الروح القدس فلا يعطش إلى الأبد. هنا هو يعني يقدر يتخلص من خطايا العالم أيا كانت وحياته تتغير. فعل التغيير أيضا حصل في حياة شاول الترسوسي اللي كان منتقم من الكنيسة وكان يحاربها بكل قوته، وكان قلبه فيه الغل وجواه العنف، حتى انه كان حارسا لملابس القتلة اللي قتلوا استفانوس يوم رجمه، ويجري على حساب نفقته الخاصة يجيب أوامر من الحكومة علشان يقتل المسيحيين ويتلذذ بالدم. طبيعة سيئة، لكن اليوم اللي ظهر فيه له السيد المسيح وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. وشاف النور وسمع الصوت ولقيناه سلم أمره لربنا وقال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال له اذهب للطرق أو القنوات الشرعية، روح لحنانيا وهناك هو هيقول لك هتعمل ايه. وحنانيا في الوقت ده كان أسقف في المدينة، ولما راح وصلاله وعمده نزلت من على عينيه قشور وعاد فأبصر، ولكن أبصر الحياة بطبيعة أخرى بعد أن حل عليه الروح القدس اللي غير من حاله. يمكن نشوف بولس الرسول العنيف الشرس اللي كان بيقتل ويعذب المسيحيين لما يتذكر رحلة حياته بعد الخلاص، يقول في حروب في كروب في ألامات ضربته من اليهود، هو نفسه زي ما كان بيضرب المسيحيين اليهود عادوا يضربوه ويجلدوه، ضربته بالعصا وجلدت كام مرة كتير. فين عنفك؟ فين عنفوانك؟ راح لأنه الروح القدس غير حياة بولس الرسول أو غير حياة
شاول وحوله من شاول الى بولس الرسول. احنا كلنا خدنا الروح القدس، وزي ما شفنا صلينا باستفاضة النهاردة بعد الإبراكسيس ونقول له روحك القدوس هذا لا تنزعه مني. طب احنا بنصلي وبنطلب من ربنا، هل ربنا عايز ينزعه مننا؟ مستحيل. ربنا عايز يعيش فينا ويسكن جوانا، احنا اللي بنرفض عمل الروح القدس. عشان كده وصية السيد المسيح يقولها لنا في آية في الظل، يقول كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق لئلا يسلمك إلى الشرطي والشرطي يسلمك للقاضي والقاضي يحكم عليك بالسجن. الحق أقول لك أنك لا تخرج منه حتى توفي الفلس الأخير. يقولنا الآباء القديسين اللي فسروا الآية دي هيا إنه السيد المسيح بيقول أنا هحط جواك خصم للعالم، خصم للعالم. الروح القدس هو خصم للعالم. عشان كده الكنيسة تقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأنها دي ضد ربنا. طب والروح القدس هو ربنا الساكن فيك، فهو خصم للعالم. عشان كده لما أنت تروح ناحية العلمانية تلاقي الروح اللي جواك بقي خصم ليك، الروح القدس بخصمك، تلاقي حاجة اتحركت فيك. شفتوا هيجان قايين لما قتل أخوه، لما شعر إنه الخليقة كلها بتقوم عليه وراح لربنا يقول له ذنبي أعظم من أن يحتمل. كنت فين لما كنت بتقتل عشان دلوقتي تقول ذنبي أعظم من أن يحتمل؟ لما كان بيقتل كانت عينه على العالم زيه زي العالم، لكن الروح القدس شغال جواه حتى انه بكته هو شخصيا وقال له عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها لكن أنت تسود عليها. إن أحسنت أفلا رفع؟ الخطية موجودة قدامك لكن أنت تسود عليها. لو انحرفت رحت للعالم هتحصل الكارثة، لكن إن أحسنت التصرف والتدبير والتفكير هترجع وتلاقي ربنا محتضنك. فالروح القدس بيعمل كده جوانا. خلي واحد يغلط يحس براحة، مش بحس براحة، يحس بتعب وبقلق وجواه مش مرتاح. حتى انه لو ما كانش نعمة ربنا واصطلح مع روح ربنا جواه ممكن تتفاخم المشكلة ويحصل زي ما حصل ليهوذا. يقول الكتاب المقدس فمضى وشنق ايه نفسه. ليه عمل كده؟ ليه؟ لانه ما عرفش يراضي الخصم اللي جواه. الروح القدس يبكته على خطية، الروح القدس ينبهه على الشر اللي عمله. طب عايز منك ايه؟ عايزك ترضي. بيقول لك ارجع ارجع. ده في آية من الآيات يمكن لما نقراها نستغرب في الكتاب المقدس، يقول لأن الروح الذي فيكم يشتاق إلى الحسد.
الروح اللي فينا ده روح ربنا، الروح القدس. ده احنا الحسد حاجة ما بنحبهاش، ويجوا الآباء يقولوا لنا ان الروح القدس اللي فيكم اللي بيقول انا جواكم بديكم كل الامكانيات وكل العطايا، وانتوا تروحوا ناحية العالم عشان تعيشوا للعالم، يبقى هو يغار ولا ما يغارش؟ الروح ربنا بيغار وبيقوم بثورته جوه الانسان وبيقول له ارجع. عشان كده يقول متى جاء روح الحق فهو يبكت العالم، ويبكتنا على خطية، ويبكتنا على بر، ويبكتنا على دينونة. يقول لك الخطية ما تغلطش وقدم توبة عنها، البر اعمله وما تسكتش عن عمل البر، وفي نفس الوقت افتكر انه في دينونة. الخطية توديك جهنم، البر يوديك الملكوت وتاخد المجد السماوي. النهاردة عيد عظيم، وكلنا فرحانين بعيد حلول الروح القدس اللي احنا خدناه مجانا، لكن نقول لربنا روحك القدوس الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني لكن جدده في احشائنا روحا مستقيما. اخلق فيا الله وخلي روحك القدوس يا رب دائما جديد في حياتي، لإلهنا كل مجد وإكرام في كنيسته من الآن وكل أوان ولا ظهر الدور، أمين.